أيه. الآن إحنا خلال ثلاثة شهور قاعد نسلم كل شهر 70 مليار إلى 75 مليار دينار إلى الخزينة العراقية. زين. هاي معناته حسن نية. ثلاثة شهور قاعد نسلمها وهاي سجلها علي. وين كان ذني هاي السنوات كلها؟ قاعد يسلم نصف الإيرادات. تمام. وين كان ذني هاي السنوات كلها؟ وين كان إنه شعبكم ما عنده رواتب؟ أنا أقول لك وين كان. أيه؟ لأنه قطعة الموازنة من الحكومة العراقية في 2014 هاي اللي إحنا سميناها سياسة التجويع، والأستاذ إماد زعل من هاي الكلمة. أيه؟ من قطعة الموازنة غير الغرقان مو يكلب بقشاية. يا أستاذ محمد الله يخليك، إحنا قطعة الموازنة عندنا، دخلنا حرب داعش واثنين مليون نازح وحرب والنفط نزل، شو نسوي؟ ايش نسوي يعني؟ الشعب يجوع، غير نصدر نفط، غير نحارب داعش، غير نعطي رواتب. هو هذا الموضوع اللي صار. ولكن الان كما قال السيد محمد الشياع السوداني في مؤتمر صحفي، قال ان الاقليم اضطر الى تصدير النفط لاننا اوقفنا الميزانيه. يا حبيبي خلينا نرجع للماضي، يعني اذا ما توقف الميزانيه الاقليم ايش يصدر النفط؟ حاليا الاقليم ما يصدر النفط،